الاول، رقم واحد ان هو يشوه مؤسسات الدوله عندك عشان تسقط هيبتها وتسقط نفوذها. ده رقم واحد. ده رقم واحد. اتنين ان هو ينشر بيانات كاذبه ومضلله عن كذات الدوله عشان حضرتك ما ايه ما تحسش بالجدوى وما تحسش بان في انجاز وله لاولاده. اتنين. وثلاثه التشكيك في الايجابيات وجعلها استثناء بحيث ان حضرتك دايما تشعر بان مفيش مستقبل. يا جماعه خلي بالكم لانه ده اللي بيحصل على الارض دلوقتي. ان مفيش مستقبل والدنيا وما تكترث بيها وما تفتخرش بيها وما تعتز ودايما حماس المواطن ناحيه بلده بيتولد من ان في شيء ايجابي. في شيء مبهج في حياته فيخليه هو. يعني يفتتح كوبري رود الفرج يقول لك ده في له ازاز مكسور. لا تشكيك وفي نفس الوقت عدم الجدوى، فانت حتى كمان يعني كل اللي اتعمل ده ملوش لازمه. فاثنين بعد كده التهويل والتضخيم من امر السلبيات وجعلها قاعده بحيث ان حضرتك تظل في منطقه البؤس والياس. يعني انت كل حياتك سلبيات. تاني حاجه اهانه الرموز والسخريه منها عشان حضرتك تهدم القدوه والمثل ومصدر الالهام عند المواطن. يعني يا فندم دلوقتي اطلاق شائعات، اصدار بيانات كاذبه، التقليل من الانجازات، التهويل من السلبيات والسخريه من الرموز، والسخريه من تشويه مؤسسات الدوله. ده اللي بيعملوه الاخوان طول تاريخهم وبيعملوه الان. ولو رجعنا ليهم في كل محطات حياتهم هنلاقيهم عملوا كده. طب انا اسال حضرتك سؤال، معلش هقطع الاسترسال ده. احنا سمعنا عما يسمى جهاز مخابرات جماعه الاخوان. طبعا يعني هو طبعا اي تنظيم خاص وتنظيم مسلح، واللي تبقى برضو بالشيء يذكر لما فرج فوده في المناظره اللي عملوها كمين الاخوان لفرج فوده عشان يتم اغتياله بارادتهم. مامون لما قال سال مامون الهديب عن الجهاز الخاص التنظيم الخاص قال له نتقرب الى الله نتقرب الى الله بالجهاز الخاص. يعني هم بيتقربوا الى الله بانشاء جهاز يقتل المصريين ويعتدي على مؤسسات الدوله وعلى سلطتها. سلطه قضائيه، سلطه تنفيذيه، سلطه تشريعيه، رفعت المحجوب. يعني كل ده اغتيالات. لا يعني اقصد انه في جهاز طبعا مخابرات لازم يبقى عندهم. وده جزء من النظام الخاص لان بيخضع لدورات خاصه بحيث ازاي يتسلل ويتخفى ويتدرب على انه ازاي يكون خليه نائمه في مؤسسه او في جهاز او في حاجه بحيث انه يحصل على المعلومات وازاي يبقى كل ده وشغل المخابرات معروف يعني. انا اقصد يا فندم انه في وحده